هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا اسمي شيري وبقدم وصفات طبيعية انا مجرباها بنفسي، وان شاء الله يا رب تعجبكم وتستفيدوا من كل الوصفات اللي هقدمها لكم ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض تنت كريمي ثابت وجميل جدا. انا عملته قبل كده ومجرباه، وحبيت اشارككم الفكرة وتستفيدوا منها، وان شاء الله تستفيدوا وتعجبوا. وبتمنى منكم انكم تشجعوني لايك وسبسكرايب للقناة عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. وهنبدأ، مش هطول عليكم، هنبدأ مع بعض على طول. طريقة، اول حاجة عندي انا هحتاجها هنا معايا الفازلين. الفازلين كلنا طبعا عارفينه، وده شكله، وكمان معايا فرشة عشان ادمج بيها، وكمان هحتاج كمان بلت رجاجو فاضية، ممكن تستخدمي في اي حاجة. وكمان معايا لون احمر، ده ملون طعام طبيعي يعني ما فيش فيه اي ضرر على البشرة، وانا جايبة شوية دول ب5 جنيه، انت بتجيبيه من عند اي عطار. اول حاجة هنبدأ نعملها، هاخد الفرشة واخد كمية من الفازلين، حاجة كده بسيطة بس اوصل لكم بيها بس الفكرة. انا عندي وبستخدمه على طول وعاملة منه كمية حلوة يعني بستخدمه، دي بس مجرد ان انا هوصل لكم الفكرة وتشوفوها على الطبيعة قدامكم دلوقتي مع بعض. هبتدي اجيب جزء بسيط خالص من اللون واشوف شكل اللون هيطلع معايا ايه، حاجة بسيطة جدا، وابتدي اضيف على الفازلين اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجة بسيطة. وهبدأ ان انا اقلبها مع بعض وادمجها مع بعض كويس جدا، هبتدي ادمجها واقلب كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اللون يندمج مع الفازلين، ونشوف الدرجة هتبقى عاملة ايه مع بعض. انا بالنسبة لي انا بحب الدرجة الفاتحة، انت ممكن زي ما انت عايزة. ناخد كمان حاجة بسيطة كده، حاجة صغيرة خالص بسيطة، جزء كمان قد الجزء اللي انا خدته الاولاني، وهقلب تاني، هبتدي اقلبه كويس جدا مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهو، واقلب، ابتدي اقلب، لازم اهم حاجة ان انا ادمجه كويس مع بعضه اهو، هبتدي اقلب وادمجه لحد ما يندمج زي ما انا عايزة زي ما انتوا شايفين كده اهو، جميل كده تمام. انا كده دمجته كويس وكده بقى تمام، هوريلكوا دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين كده، دي الدرجة اللي انا ايه وصلت لها وحبيتها، هي الدرجة دي كويسة هادية وجميل. وهنشوفها مع بعض ونجربها، وهعمل لكم برضو درجة اغمق برضو شوية عشان اللي بيحب ايه الغامق. نشوف دي الاول مع بعض اهي، اهي زي ما انتوا شايفين كده، دي الدرجة هادية وجميلة حلوة قوي، دي الدرجة دي عندي وانا بستخدمها زي ما انتوا شايفين، وثابتة الثبات بتاعها جميل. هنشوف برضو دلوقتي اهو، هوريكم الثبات بتاعها دلوقتي اهو، شايفين ثابتة جدا وجميلة أوي. هنغمق بقى الدرجة شوية عشان برضو اللي بيحب الأغمق يبقى شفنا مع بعض الدرجة الفاتحة والدرجة الغامقة. انتي بقى دي اختياري بقى، حبيتي تفتحيها حبيتي تغمقي زي ما انت حابة اهو. هنبتدي نقلب بقى، هدمجه كويس جدا مع بعض اهو، وقلب قلب وادمجه كويس مع بعضه زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو، كده تمام قوي كده كويس. هوريلكوا برضو دلوقتي اهو، هنشوفه مع بعض اهو، دي الدرجة التانية اغمق شوية من الدرجة الاولانية، الدرجة الاولانية فاتحة شوية. هنجيب البيوتي بلندر ونشوف نجرب الدرجة التانية مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين كده، دي الدرجة التانية،
دي فاتحه شويه دي قافله شويه، يعني حبيتي انت تغمقي اكتر دي براحتك، بس او كده كويس، دي هاديه شويه ودي اغمق شويه، انت زي ما انت حابه بقى. وثابت جدا، هنشوف مع بعض برضه اهو، ثابت جدا وشكله جميل، انا عجبني صراحه. بتمنى برضو ان هو يعجبكم وتجربوه وتقولوا له رايكم بالتعليقات لما تجربوه، ومستنيه رايكم. زي ما انتوا شايفين كده اهو، جميل جدا. دي الدرجه الاولانيه والثانيه. حبيتي انت تعملي الدرجه الاولانيه ماشي، حبيتي انت الثانيه ماشي. واتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم وتستفيدوا وجربوها، مستنيه رايكم بالتعليقات. واتمنى انكم تشجعوني لايك وسبسكرايب للقناه عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. شكرا ليكم كلكم، بتمنى اكون يا رب فدتكم.